مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله حنعمل وجبة كيتو دايت، هي مناسبة لكل أنواع الدايت، هي صحية، وجبة متكاملة. يلا نروح على الوصفة. رأس قرنبيط حجم متوسط 500 جرام، يجب أن يكون قطع صغيرة حتى يساعد الخلاط. وإذا أنتم بدكم مثل هيك لازم يكون، وإذا أنتم بدكم الخبز القرنبيط يكون جاف اطحن القرنبيط لوحده وزيلوا الماء منه، السوائل منه قطعة قماش. بعد إخراج السوائل منه بنخلط المكونات يدوية مع بعض بدون خلاط. بعد ما نطحن القرنبيط بيض عدد 2، جبن بيتزا أي نوع متوفر 1 كوب 100 جرام، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، نص معلقة صغيرة ملح، ونصف معلقة صغيرة ثوم بودرة، ونصف معلقة صغيرة بصل بودرة. نخلط المكونات جيد مع بعض، ولكن أنا بحب يكون رطب القرنبيط. أنتوا بتحبوا يكون جاف الخبز، زيلوا الماء منه قطعة قماش. مثل هيك لازم يكون ناعم. نعمله بشكل دائري، أنا حعمله 6 قطع بشكل دائري. نشغل الفرن على حرارة 200 درجة مئوية من الأعلى والأسفل. بنوضع السمسم أو أي نوع من التوابل بنوضع حسب ذوقكم. نوضعه بالرف الأوسط لمدة 30 دقيقة حتى يحمر. نصف كيلو فليه الدجاج 500 جرام، نصف معلقة صغيرة ملح، ونصف معلقة صغيرة فلفل أسمر، ونصف معلقة صغيرة ثوم بودرة، ونصف معلقة صغيرة بصل بودرة. نخلط المكونات مع بعض مثل هيك، وبنعمل 3 قطع، بنعمل نصف كيلو. مثل هيك 3 قطع، هيك أصبح جاهز. بندخله على الفرن على نفس الحرارة. هيك الخبز استوى، قرنبيط. نترك الخبز القرنبيط حتى يبرد، نوضع الدجاج مكانه. وأنا عشان بحب يكون رطب هو بفرد على الصينية، لكن لو أنتوا عصرتوا السوائل من القرنبيط بكون متماسك أكتر حسب ذوقكم. ممكن أنا بعمله هيك مشان جيلي ضيوف للكيتو دايت، عشان أقدم للضيوف هيك منظر أحلى وأشيك. عندي جايين ضيوف للكيتو دايت، هيك منظر بكون أحلى كتير. هو روعة وكتير سهل وبسيط، وهيك أصبح الدجاج جاهز. التوابل نوضع التوابل إحنا حسب ذوقنا، دائما حاولوا تغيروا بالتوابل. والخضار طبعا أيضا حسب نظامنا الغذائي وحسب ذوقنا. وإذا أنتوا بدكم مثل هيك وجبات كاملة للدايت أو الكيتو دايت، وجبات كاملة متكاملة، اكتبوا لي بالتعليقات تحت. الوجبة تقريبا كل وجبة أو كل سندويش كامل 290 سعرة حرارية. خلينا نتذوقها. كتير روعة، هي وجبة متكاملة. انتظرونا بوصفة جديدة. في أمان الله.